حيكون إن شاء الله بناء مدرسة مسيرة تتكون من الشباب ومن قدماء القطاع أن تستغنى عليهم وممثل المناطق الصناعية. يعني نهتم بهذا المقصد من الطاقة، وأننا نحاول نستنتج من الطاقة عن أخرى، يكون مكتب إن شاء الله مشكل من جميع المناطق الصناعية اللي في جهة طنجة. اليوم قد كان عندنا لقاء تواصلي مع الإخوان باش نقدموا البرنامج ديال الانتخابي ديالنا. الهدف الأساسي ديالو هو إعادة الثقة لهذه الجمعية اللي هي فقدت الثقة تماما في يعني عند الأعضاء، لأن صراحة شحال ما سمعنا الجمعية قدمت شي حاجة، كل واحد كيجبد الجهة ديالو، وهذا خلى الأعضاء يفقدوا الثقة في الجمعية. بحال اللي قلت حنا دابا داخلين واحد زاد عام ونص كان فارغ تنظيمي. نعم، نتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى ونقدروا نرجعوا الثقه، بدنا غير الثقه لهذه الجمعيه. كيفاش شوف قطاع غير هيك، راه الدوله راه خصها تاخذ تحمل المسؤوليه ديالها، راه يعني ما يجيش تبقى مشكل عاد نوضوا نهضروا نقولوا راه هذاك معمل سري، ولا كنا عارفين ولا بغيتي ولا كرهتي، راه كاين قطاع غير مهيكل في المجتمع ديالنا، وراه كيخدم واحد فئه غير يعني كبيره. توا فاعل اقتصادي. توا فاعل اقتصادي بطبيعه الحال. اليوم كاين الشرف باش نقدموا البرنامج ديالنا ان شاء الله امام الراي، امامكم انتم كصحافه، وامام بعض الاخوه اللي شرفونا وجو من القطاع. هي كيف ما سبق وقال السيد الرئيس وقلت هنا، المده ديال عام وشهرين ديال الانتداب شويش مده قصيره، سنحاول فيها وكنعملوا ان شاء الله، نحاولوا نعملوا المجهود ديالنا باش نخدموا القطاع باش نزيدوا بالقدر القطاع القدام. وان التحدي الكبير اللي عندنا هو نجمعوا الشمل ونزيدوا بهذا القطاع ان شاء الله القدام. كيف ما كتعرفوا كاين منافسه شرسه وكاين ازمه عالميه وكاين اكراهات عديده، نحاولوا نتغلبوا عليها ان شاء الله مجموعين. راه لا بيا انا ولا بسيد الرئيس ان شاء الله، ولا كل واحد وحده ما نقدروش. احنا عندنا كان لو سيد الرئيس عندنا واحد رؤيه واحده اللي هي الاتحاد ولم الشمل والمضي قدما. كما كتعرفوا هي الجمعيه كما جات الاهداف ديالها هو الدفاع عن القطاع ومصلحه القطاع. احنا ما اختلفوش، مشينا في هذا الطريق هذا ودافعوا على القطاع وعلى مصلحه القطاع. والاخوان كخصهم بحال اللي قلت لكم، راه ما يمشيش انا بالسيد الرئيس ولا بالنائب الرئيس، يمشي خصنا نشكروا المكتب صحيح، والجمعيه فاتحه يدها لكل شيء للكبير والصغير. وفي هذه الظرفيه دابا كنشوفوا حتى ديك المقاوله الصغيره والصغيره جدا، نعملوا معها المواكبه ونصاحبوها ونأهلوها ان شاء الله يا ربي. هذه هي الاولويات ديالنا وشكرا لكم.